35 قائمة للرئاسة و70 قائمة للعضوية قدمت أوراق اعتمادها لمأمور الانتخابات للسلطات المحلية البدوية في النقب دون إدراج اسم أي امرأة. اليوم الأشياء اللي كانت أم جدتي بيشتغلن فيها اللي هي مش موجودة، فأنا يكون اليوم في عندي مجلس، في المجلس اللي هو يكون مسؤول عن البلد بشكل عام، فليش ما يكون لنا دور؟ إذا إحنا ما طلبنا في دورنا وإحنا وصلنا لهدفنا ولمساعدة مجتمعنا، مش راح أي رجل يجي ويقول يلا بنات أبدا، يلا نساء أبدا. إذا إحنا ما كانت عندنا القوة والشجاعة مش راح نوصل، بس إحنا الحمد لله عندنا القوة وعندنا الشجاعة وعندنا الثقافة وعندنا العطاء في المجتمع. يتشدق البعض بضرورة تعزيز المشاركة النسائية في مجال التمثيل السياسي في السلطات المحلية العربية، خصوصا في ظل توفر نساء قياديات قادرات على الظفر بالعضوية في السلطة المحلية، وذلك كخطوة أولى نحو العدالة الاجتماعية. أنا باعتقادي الانتفاض على هذا الموضوع يجب أن يكون أولا من المرأة العربية الأكاديمية والمتعلمة وهي موجودة بشكل كبير جدا، ثم أن يتقبل الشارع العربي وجود المرأة كشريكة ليس فقط في البيت إنما أيضا في العمل السياسي المحلي وربما حتى في المستقبل في العمل السياسي القطري، هذا إلى جانب الأكاديمي الذي حققت فيه إنجازات كبيرة جدا. يرى البعض أن المجتمع النقباوي بحاجة إلى رفع مستوى التوعية والتثقيف إزاء الديمقراطية من رياض الأطفال بهدف تغيير النظرة النمطية لدور وقدرات المرأة في صنع القرار، فإذا بدأنا اليوم ربما يكون التنفيذ في العقدين القادمين.